في مباريات وأندية قطر على صعيد دوري نجوم إكسبو في هذا الموسم. طبعا دوري نجوم إكسبو بهذا المسمى مع الفعالية واحتضان دولة قطر لهذا المهرجان العالمي الكبير هنا في دولة قطر في الفترة القادمة. كرة منقولة من الطرف ليمن، عرضية الآن ترسل داخل منطقة الجزاء، بتعود الكرة من جديد، وصول بعد ذلك من الطرف ليمن. الصعيد للاستحقاقات، لا ننسى كذلك أن قطر ستحتضن بطولة كأس أمم آسيا، وهذا الملعب الذي شهد الافتتاح وشهد النهائي في عام 2011، والكل يتذكر ذلك النهائي الذي جمع اليابان بمنتخب أستراليا. نعم، أستراليا واليابان وفوز اليابان. يابان بالمناسبة، يعني خليني أقول أن هذا الملعب بالنسبة لليابانيين يمثل رمز لحظ الساموراي الياباني. لماذا اليابان؟ اليابان في هذا الملعب فازت على ألمانيا. اليابان في هذا الملعب في بطولة طبعا كأس العالم. اليابان فازت في هذا الملعب على حساب منتخب إسبانيا. اليابان في هذا الملعب توجت ببطولة كأس أمم آسيا. الأندية الأوروغوانية لفريق بويبلا، الفريق المكسيكي لفريق كيتو، الفريق الإكوادوري. هنا فرصة تاتي بيزا يحاول، لكن في الأخير تعود الكرة. يا سلام يا سلام، هذا مكسب. إي والله هذا مكسب كبير في السنتين الأخيرتين وفي الموسمين الأخيرين. أتحدث عن يوسف أيمن المدافع الرائع هنا في تشكيلة نادي الدحيل. منقول الكرة في وسط الميدان، تمريرة عن طريق اللاعب بهاء ممدوح. بهاب يقطعها المعز، كرة الخضوهات بشكل جميل، المعز والتمريرة والانطلاقة السريعة، لكن خروج من حارس المرمى إيفانيلدو. يمرر رامون أرياس. لمن يا رامون؟ رامون في الوسط، معيذر يبحث عن أول أهدافه في بطولة الدوري بعد العودة. بينما هنا كرة المدرب الإسباني يعول عليه كثيرا اليوم. نعم، المدرب الذي قال نحن لا نخشى أحد، نحن لا نخشى أحد، هذا كان حديث المدرب خوسيه مورسيا مدرب نادي معيذر قبل هذا اللقاء. نعم، حتى ولو كان الخصم بطلا، حتى ولو كان الخصم طوفانا، اسمه نادي الدحيل. هكذا كان الحديث من جانب المدرب مورسيا. بينما هنا كرة للدحيل، لويس مارتن يطلب الكرة، اسحاق الحاج وصلت بالفعل الى اسحاق. التقدم الى الجانب الايمن، مهاري يريد المرور، مهاري يريد مرور اخر. هنا لدينا نقله وتمريره، ابراهيم ديالو وصلت الى كريم. كريم يا كريم، كريم بضيف لمن؟ اولونجا ممتاز، المعز جول، المعز جول. الله 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 الله، تلك الغيابات في الادوار المتقدمه وتحديدا امام الكاميرون. لشهدنا منتخب يزور القمر يصنع المفاجأة. بينما هنا المعز يصنع الثالث. الله، يتقدم دالا، يحاول دالا، مر دالا، سدد. الله، بنيط ارتاح قليلا، مركز لبيز، هذه انطلاقة وهذه كرة عرضية، الثاني. الله، شاشات قنوات الكاس الرياضية، العربي يواجه حيل والسد يواجه الوكرة، والشمال الذي سيكون في مواجهة نادي الريان. كرة تعود من جديد، ترسل هذه الكرة عالية إلى الأمام حارس المرمى باتجاه دياغو فيليبي. روشا لعب الكرة للناحية اليسرى، البحث عن عرضية في هذه الكرة، العودة لطلال علي، لمسة. الله على الله على استعادة الكرة، على قطع الكرة من أيمن حسوني. الحسوني بلعبة في الأمام إلى المناطق الدافية عبر مسابقة بطولة الدوري، يوم الخروج من المناطق المتاخرة، يوم تعديل المسار في سلم الترتيب عبر مسابقة الدوري.
اوه التدخل من مامادو سيكو تراوري. تراوري بتدخل قوي على دريس فتوحي في اللعبة الماضية، لكن الجاسم كان قريب. عبد الرحمن لعبة من الناحية اليسرى، انطلاقة سريعة عرضية جميلة موجودة داخل منطقة الجزاء، ما زالت مستمرة. يا خطيرة، الله الله الله، يا سلام، ما زالت مستمرة. دينيس البيك على وطلال علي، حضر فيها الهدف لفرقة نادي معاذر. كرة تصل من جديد، نقلة إلى الأمام، يوسف، محاولة من يوسف، لعبة خطيرة من يوسف، هي مطالبة بخطأ لكن تعود مرة أخرى لناحية اليسرى لعناصر نادي معاذر. نقلة إلى أمام، عبد الغني منير في لعبة موجودة عرضية، يا سلام، ناحية اليمنى عن طريق إدريس فتوح، الكرة عرضية. عبد الشاف صغير في السن يقدم أداء كبير من الناحية اليسرى بظهوره رغم الخسارة اللي كانت في المباراتين. التسديدة، الثالث، الثالث، فتوحي عبر مجريات هذا اللقاء، عرضية بشكل مختلف عبر اللقاء القادم، هو أمر مهم جدا. الكرة تصل إلى الأمام، محاولة بتقدم بعد عرضية من جواو تكسيرا ورودريغوس. الناجحين، واحد من المدربين المميزين، لكن هنا كرة إلى الأمام، محاولة انطلاقة، فرصة حاضرة، ما زالت مستمرة. الله الله، المحاولة وهذه الفرصة الموجودة، هنا تمريرة قصيرة موجودة. عبد الغني، عبد الغني منير بلعبة باتجاه دينيس البيك، عدى 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 البيك، المهارة موجودة، المهارة موجودة، كباتن في أرضية الملعب، قبلت هدف خامس، سننتظر التقدم القادم.